نادي الزمالك، كتير قوي قالوا ان حازم امام الراجل مش عايز حازم امام، طارق السيد، عبد الحليم علي. طب انا اسال سؤال، لو الراجل والمدرب كبير جدا، ليه خد اساسا في السفر فرنسا معاه حازم امام وطارق السيد وعبد الحليم علي؟ لو كانش عايزهم من الاول كان مشاهو. حد يقول لي وائل اباني، وائل اباني كان مرتبط بمحمود فتح الله، محمود فتح الله جه وائل اباني رجع. عايز اقول لكم ان هنري ميشيل راح المغرب بيدرب المغرب بكام؟ ب 75,000 يورو في الوقت اللي كان بياخد فيه 35,000 يورو في نادي الزمالك، يعني 40,000 يورو فرق. ده كمان ان الناس اجتمعوا معاه 3 ساعات في فرنسا من المغرب. كمان عايز اقول لكم والمفاجاه واللي محدش يعرفها يا جماعه، ان هنري ميشيل مواطن مغربي. هنري ميشيل مواطن مغربي، يعني معاه الجنسيه المغربيه، والوسام الوحيد اللي خده في حياته خده من ملك المغرب. هنطلع للتقرير، تقرير مهم جدا، حازم امام، ونرجع لكم تاني بتليفون اكسكلوسيف للرياضه اليوم. نطلع ونرجع لكم تاني. لم يكن حازم امام يتوقع هذا الهتاف. كفايه يا حازم، صرخات خرجت من جمهور الدرجه الثالثه بعد هزيمه الزمالك امام الاسماعيلي. لم يتحمل النجم الكبير الصدمة وخلع قميص ناديه معلنا الاعتزال، ولكن نفس الجماهير التي هدفت تناديه بالاعتزال اتجهت إلى منزله بضاحية المعادي تطالبه بالاستمرار، حالة متناقضة يعيشها حازم إمام. هل هي النهاية أم أنها بداية العودة لنجم تعشقه الجماهير؟ كابتن حازم إدى النادي الزمالك أكتر مادة لنفسه، وادى المنتخب مصر اكتر ماده لاي حاجه. عيب قوي اللي يحصل معاه في المدرجات زي اللي حصل معاه المره فاتت. حازم امام مش هيعتزل بالشكل ده، حازم امام هيلعب ولازم يلعب، وجمهور الزمالك افضل ولا لما يلعب. ليه؟ انا بحب اتفرج على الزمالك عشان كابتن حازم. نقول له احنا الاهلاويه واقفين معاك مع الزملكاويه، لان احنا كلنا بنحب حازم امام. إيه، كابتن حازم امام يساوي الزمالك، والزمالك يساوي كابتن حازم امام، لان كابتن حازم امام رمز من رموز النادي. حازم امام لو ممكن يعتزل بالطريقه ديت، وحازم امام يوم ما يعتزل لازم يتعمل له حفل اعتزال اسطوري مش زي اي لعيب عادي. والله كلنا اهلاوي وزملكاوي زعلانين على اللي حصل. ان شاء الله هيرجع ويبقى كويس ويعتزل بسرعه احسن من كده باذن الله. كازان ده احسن لاعب جه في مصر لحد دلوقتي وما شفتش احسن منه. يا ريت بس يكون رساله وصلت لكابتن حازم ويرجع عن القرار ده، يا ريت. اعزائي المشاهدين، الصوره ما بتكذبش. بنحبك يا حازم، وجماهير الكره المصريه كلها بتحبك، وجماهير الزمالك بتحبك. نواصل فقرات برنامج رياضه اليوم وخالد الغندور. زي ما انتم شفتوا يا جماعه، دي كان من قدام فيلة حازم امام في المعادي. كل الجروب ده او كل مشجعين حازم امام على فكره ما كانوش زملكاويه بس، كان في برضو جماهير من النادي الاهلي جم قدام فيلة، ورغم ان هو مش موجود في المعادي، مش في فيلته في المعادي، كل ده كان قدام فيلته في المعادي. تعال نروح لحازم امام والتليفون اكسكلوسيف. حازم ما تبطلش، احنا جنبك وهنفضل جنبك لغايه ما ترجع وتلعب وترجع حازم امام ان شاء الله. والله يا خالد انا لا يعني متاسف بالواقع، عشان كده انا معاك على التليفون، ان انا بشكر الناس دي كلها اللي لقيت في بيتها وواحد اللي عندي وهم عارفين انا مش في البيت ووقفوا وشجعوا، فانا بشكرهم جدا جدا. و يعني بشكرك خالد، انت يعني حسستني بالموقف ده، لان انا حسيت برضه حاسس فتره ان ممكن الجمهور يكون قلب عليا شويه، لكن انا بشكرهم جدا وبشكرك، بشكر كل يعني. انا بصراحه خالد الفتره حازم امام هتبطل ولا هترجع؟ حازم امام وهترجع. انا عارف ان عندك الاراده والتحدي ان انت ترجع. انا عايز بس اقول حاجه خالد الاول، انا بصراحه الماتش لما حصل انا قررت ان ارجع فيه ان انا ابطل خلاص، لان انا بحب اخالد الجمهور وبحب العب. انا طول عمري بلعب بمتع نفسي، بحب امتع نفسي عشان انا بحب الكوره يعني. لكن انا بقالي سنتين بلعب تحت ضغط خالد على طول ومشدود وبنزل مش قادر العب وحاسس ان انا عليا على طول انا العين، فكنت مضغوط قوي خلال الفتره دي. فبعد الماتش انا فعلا ما كنتش عايز العب كوره تاني خلاص، قررت كده يعني. بس عارف لقيت يعني لقيت كل الناس يعني بلا استثناء تقريبا، اكيد في ناس رايها طبعا، ممكن يبقى في ناس رايها كتير ان انا ابطل، وفي ناس كتير جدا كلمتني ان انا اكمل، وناس محترمه جدا، وناس من اكبر واحد لاصغر واحد، يعني ناس كتير كل الفئات كلمتني، واهلاويه وزملكاويه وبورسعيد. فعارف ده خلاني حاسس ان انا لا يعني لازم ادوس على نفسي وارجع احسن من الاول ان شاء الله، واكون عند حسن ظن الناس دي بيا. انا حسيت ان انا عملت حاجه ومش لازم تنتهي كده يعني. حازم امام هيكمل وهيرجع تاني ومش هيبطل، وعندك العزيمه والاراده حازم؟
والله خير. والله بص خالد، انا من اول السنه وانا عندي عزيمه وبتمرن كويس قوي في فرنسا، بس انا زي ما قلت لك قبل كده خالد، ما اعرفش عليا كان هجوم في الفتره دي وانا في فرنسا، كميه اشاعات طلعت عليا وكميه كلام كتير طلع على حازم امام، يعني ده احبطني قوي. يعني جيت مصر لقيت ده اول ما نزلت المطار انا السبب ان انا هاني مش المشي، وانا السبب مش عارف مين مشي، وانا بيغمى عليا في التمرين هناك، وان انا مش بقع من طولي من التمارين مش قادر استحملها، وان انا اوحش واحد في القياسات، وان انا بشرب سجاير في ولاوي تحليل الدم سجاير في دمي، كل حاجه على حازم امام وحش. يعني ده اللي عارف، ده اللي مضايقني. يعني انا مش متضايق من جمهور الزمالك لانه غصب عنه كل الكلام اللي بيتكتب وحش على حازم امام، فاهم؟ طب حازم نكون صراحه، معلش انا عايز اقول حاجه خالد النقطه دي، يعني انا مش عارف ليه الناس يعني اللي بتكتب وهم عارفين ان كله كدب، يعني ليه بيكتبوا يعني كميه الخل اللي عندهم او الكذب ده كله ليه؟ يعني انا ما عملتش حاجه وحشه في حد ولا اتكلمت على حد، ما اعرفش يعني هم اول ناس عارفين ان هم بيكذبوا في اللي بيكتبوه. يعني انا لما اتكلمت مع لما مشيت هنا مش راح مضى في المغرب، وده باين ان يعني ان هو لا كان في اسباب لحازم ولا نيله، بس هم عايزين يدخلوا حازم في اي حاجه خالد، فده اللي مضايقني. يعني عارف مش الجمهور طيب وجمهور بيحب حازم ويومها يعني ده عادي، لكن اللي مضايقني فعلا ان ليه في اعلام بالهجوم. يعني لو قال لك حازم وحش ماشي ده نقد ونستحمله، اي حد معرض للنقد حاجه طبيعيه يا خالد، لكن ليه كل النقد سلبي وكله كذب؟ طيب كله وحش يعني فاهم. حازم يعني ما تركزش في اللي بيتكتب، ركز في الملعب، ارجع حازم امام، خلي عندك الاراده. كرول عارف مستر كرول كويس قوي ان هو بيهتم جدا باللياقه البدنيه، هيعمل لك برنامج. حازم ما ترجعش الا ما تكون فايق، ومالكش دعوه بالضغط والاعلام وكل اللي حواليك، كل الناس جنبك، كل الناس عايزاك ترجع حازم. صراحه خالد كل الناس فعلا جنبي والله، يعني انا عمري ما توقعت ان الناس واقفه جنبي كده. يعني انا في الفتره اللي فاتت حسيت ان الناس كلها قلبت ضدي، لكن سبحان الله يعني وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم يا خالد. الموقف ده خلى الناس كلها تقف جنبي، وخلى الناس كلها ترجع تحبني، وخلى الناس كلها تبقى معايا، فده طيب. يعني سبحان الله يمكن في يعني شكله يبان ان هو وحش، بس هو بصراحه حسسني الناس بتحبني والناس واقفه طيب. جنبي، بقول لك كل الناس بتكلمني، انا مش عايز اقول اسامي لان لو قلت هنسى ناس كتير جدا، في ناس كتير جدا. حازم امام، حازم انت بتقول كل الناس بتحبك، انا عايزك دلوقتي اهداء من رياضه اليوم والجماهير اللي قالت لك تبطل، هنطلع لكليب واهداف حازم امام عشان تعرفوا مين هو حازم امام، هنطلع للكليب ونرجع لكم تاني. باص بالقدم اليسرى عند شيكابالا يصلحها، مش ممكن. حازم امام كابتن تيم نادي الزمالك، الله 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 الله، هي الاجمل هي الاحلى هي الاروع، هو حازم امام. رجعنا لكم تاني وفقرة الصحافة. عايز اقول لكم يا جماعة، في صحيفة المشاهد بتقول ان فريق او جماهير المريخ بتشجع النادي الاهلي، وان جماهير المريخ هتقف ضد الهلال، وتصريح من لعيبة ان هم هيدفنوا